كيف؟ حلو كتير يا عمري، أكيد رح تكوني أحلى وحدة بالسهرة. صحيح حلوة بس أنا مو مبسوطة. وليش بقى؟ هاجر خانم، يعني مالك شايفتيها شلون عم تتصرف؟ لا تستني أكتر من هيك من هاجر، تعرفي إنه هي هي حدودها، والسيد أبوكي ما عم يرضى أبداً يجيب خدامة تانية. مشان الله بابا بلا سيرته هلأ، أنا أصلاً زعلانة منه، حتى ما إجا عايدني لهلأ. لو عم يهتم فيني قد ما عم يهتم بهالبنت الشرشوحة. هلأ أنت لا تضايقي حالي، وحياتك لأحرمها هالبيت. بكفي بقى، خليها تنقلها، أصلاً مو شغلتها غير توقع بين الناس. كيف؟ سميح وأوس تخانقوا مع بعض خناقة كبيرة من كم يوم، وكله من تحت رأسها الشرشوحة. والله هالبنت مانا قليلة. قلتي لي أوس عمل خناقة مشانها؟ وين البنت الحلوة اللي عيد ميلادها اليوم؟ خالو حبيبي. تعي يا عمري تعي، حبيبة قلبه لخاله. أهلا وسهلا فيك يا مصطفى. أهلين فيك يا أختي. أيوة يا حزرك، شو في بجيبتي؟ شو في؟ طلعي من الشباك. تتا انت احلى قلب الدنيا. حبيب قلبي انت. تسلمي لي يا عم. يلا شو بحبك. لحظه رح تخنقيني شوي 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 شوي، خلص فكيني بقى. شكرا فكيني. لك كثير. لك شو صار لك؟ على مهلك على مهلك. على مهلك. لين قولي لي وين رح تحتفلي؟ رح اعمل حفله بالبيت مع رفقاتي. هيك لك انا اصبح الختايره اللي مثلنا ما بيمشي حالهم بهيك حفله. ايه انت بالذات لازم نستنى شي 50 سنة لحتى نقلك ختيار. ايه شو هالاطراء يا اقبال خانوم. عبال 100 سنة. شكرا خالو. حبيبة قلبي انبسطوا بالسهرة. شكرا كتير ماما. تفضلي اقبال خانوم. شو لوين؟ على أساس روح أنا وصهرك بكري لعن جلال على العشاء، بس حضرته لهلأ ما شرف. كأنه الأستاذ مزعلك؟ أي والله. شو سوا؟ جاب لي بنت ما بعرف أصلا منفصلة وسكنها عندي، وقال رفيقه موصي فيها، كتير متضايقة منها، خاصة هي وأوس. قال عفوا عفوا أقبال، بس لازم رد على هالتليفون. ألو؟ أي أنا جاي، ليكني على الطريق. نجتمع معهم هنيك؟ ماشي أوكي، ما راح أتأخر. باي باي. أقبال أنا آسف كتير، مضطروا على العشاء، منكمل حديثنا بعدين. إيه؟ بسيطة ولا يهمك، كمان أنا رح أروح لعند بيت جلال، ما كتير حابة ضل عم بستنى بكري. تفضلي.